كما وجرى اتصالان هاتفيان بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المفداه يده الله ورعاه وكل من اخيه صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان الشقيقه واخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وتم خلال الاتصالين تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى ان يعيد هذه المناسبه الميمونه على مملكه البحرين وعلى البلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات